في كلمته أمام المؤتمر الدولي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة، السيسي يعلن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة. وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة في رصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة. قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني تدفع بتعزيزات قوية استعدادا لمعركة حاسمة لتحرير الحديدة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لخلق بيئة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال كلمته أمام المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلن الرئيس السيسي عن تدشين مبادرة لإتاحة التكنولوجيا للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية. أعلن عن تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على مواقع إلكترونية عالية الإتاحة الإلكترونية والتكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر. كما أعلن عن إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة كأول مركز من نوعه في إفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب. كما أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح فيما بعد مركزا إقليميا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي وأفريقيا. أعلن عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحدث معايير الجودة والتدريب، لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزاً إقليمياً لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وإفريقيا من أجل بناء قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج تدريبية عالية الإتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ومتنوعة وتضمن لهم حرية الاختيار والاستقلالية في الأداء من خلال بيئة عمل مواتية. تقديم برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المساعدة، دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، وأخيراً تنمية وتحفيز الابتكار لدى الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضاً حرص الدولة على تفعيل نظام 5% من متحدي الإعاقة لإلحاقهم بسوق العمل. تفعيل 5% احنا حريصين عليها، بس هي ممكن تكون الحجم المطلوب اللي هو الموجود فعلاً في الواقع يكون أكبر من اللي احنا نقدر نعمله، بس عشان تبقى الأمور واضحة. لكن احنا لما نتكاتف كلنا مع بعض، من فضلكم لما نتكاتف كلنا مع بعض هنقدر نعمل حاجة. ونوجه عناية السادة المشاهدين إلى أننا سنعيد على حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر الدولي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة عقب هذه النشرة. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو محور رئيسي لخطط التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافا لهم.
وقال وزير الاتصالات إنه تم إطلاق 2000 منحة تدريبية لتأهيل ودعم القدرات التكنولوجية لمتحدي الإعاقة. إن تمكين الأشخاص متحدي الإعاقة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافاً لهم، ولهذا آلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أبنائها وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية ومتابعته الدقيقة للتنفيذ رسم استراتيجية طويلة الأجل درست بعناية احتياجات متحدي الإعاقة واستفادت من التجارب الدولية لاستخدام التكنولوجيا كأحد أهم أدوات دمج وتمكين متحدي الإعاقة. وفي إطار خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل متحدي الإعاقة لسوق العمل وتوفير فرص عمل متميزة في بيئة دامجة تتيح لهم العمل باستقلالية وكفاءة، أطلقت الوزارة 2000 منحة تدريبية لتأهيل ودعم القدرات التكنولوجية لمتحدي الإعاقة. وخلال المؤتمر كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن إطلاق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حملة إعلامية حول حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في 13 من ديسمبر المقبل، وهو اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الأمين العام في كلمته إن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلفت دمارا في الإنسان يفوق خراب العمران، مشيرا إلى أهمية المبادرة التي يتبناها المؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات، ومشيدا بجهود مصر في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. جميعنا يعرف للأسف أن المنطقة العربية قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة غير مسبوقة من الصراع المسلح والعنف الأهلي التي مزقت بعضا من أزهى حواضرنا ومدننا، وخلفت ورائها من بين ما خلفت دمارا في الإنسان يفوق خراب العمران. ومن أسف أننا لا نملك أرقاما محددة عن أعداد أصحاب الإعاقة الذين راحوا ضحية هذه النزاعات الطاحنة. ومن المؤكد أن استعادة الحياة الطبيعية لهذه المجتمعات لابد أن يعالج هذا الجانب المهم والخطير من كلفة الحرب والنزاعات التي يتحملها البشر لا ذنب لهم. فلا ينبغي أن يعاقب أصحاب الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة مرتين، مرة بما يعانون من عجز ومرة بجحود المجتمع أو تقصيره في حقهم. من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوس إن تقديرات منظمة الصحة العالمية تقول إن 15% من سكان العالم هم من متحدي الإعاقة. وأشاد إيفان بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع الاتحاد لاستمرار دعمه للمجلس القومي لشؤون الإعاقة. وبالحديث عن التعاون، فإن مصر والاتحاد الأوروبي لديهم تعاملا طويلا فيها مجال البحث والإبداع. هذا العام 2018 يمثل مرور 10 سنوات منذ توقيع دخول اتفاقية العلوم والتكنولوجيا حيز النفاذ، ونحن ما زلنا نؤمن بأن التعاون العلمي أحد العماد الرئيسية لتعاوننا، ونحن نأمل لمزيد من التعاون من خلال برامج البحث والإبداع هورايزن 2020. ويسعدني أن أقول أن مصر هي أحد المشاركين الفعالين في هذه البرنامج. بالإضافة إلى التعاون بموجب هذه المبادرة، فإن الاتحاد الأوروبي لطالما كان يدعم التعاون التكنولوجي والعلمي من خلال برنامج الثنائي للإبداع في تطوير الأبحاث، وساعد في خلق ثقافة إبداعية في مصر والتواصل الأكاديمي بين وظائف مع وزارة البحث العلمي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد انطلاق المؤتمر الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة. وكرم الرئيس السيسي خلال المؤتمر عددا من النماذج المشرفة لمتحدي الإعاقة في عدد من المجالات الحيوية. يهدف المؤتمر الذي يأتي تحت شعار دمج تمكين مشاركة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة.
وللمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مها هلالي المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة. برحب بحضرتك أستاذة مها. أهلا وسهلا بكم أستاذة مها. قراءتك لما قاله الرئيس السيسي بأن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لخلق بيئة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال مؤتمر اليوم؟ والحقيقة النهاردة كان مؤتمر مشرف. حضور الرئيس طبعا إدى أهمية كبيرة للمؤتمر ده، المؤتمر السابع. أنا كان ليا شرف حضور 5 مؤتمرات من 7. النهاردة طبعا وجود الرئيس هيلقي ضوء جامد على دور التكنولوجيا في تأثير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن من ضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو وصولهم للمعلومات بالنسبة للإعاقات السمعية والبصرية، وبالنسبة للإعاقة الحركية تأثير حركتهم ووصولهم للأماكن المختلفة، وبالنسبة للإعاقة الذهنية برضو والتواصل. كلها التكنولوجيا بتعمل طفرة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وبتعمل نقلة نوعية جامدة. فالواضح إن في العروض اللي تقدمت النهاردة إن في اهتمام بإن كل الخدمات اللي الحكومة بتوصلها للأشخاص للمواطنين عموما هتصل للمواطنين ذوي الإعاقة عن طريق تيسير وصول هذه المعلومات. وكان فعلا العرض واضح، ودي من الحاجات اللي هي فعلا هتيسر حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذة مها، أعلن الرئيس السيسي اليوم عن أن تدشين مبادرة لإتاحة التكنولوجيا للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، وأيضا أعلن عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. في رأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هاتين الخطوتين في تمكين ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية؟ المبادرة طبعا بتاعة بوابات الخدمات الحكومية هي دي اللي أنا بقول عليه، ده اللي هيسر لحياة الأشخاص ذوي الإعاقة إن هو ممكن يوصل لها المعلومة، توصل له بالطريقة اللي هو يفهمها. يعني ذو الإعاقة السمعية هيقدر إن هو لما يخش على البوابة دي تتيسر له المعلومات بلغة الإشارة لو هو أمي مش بيعرف يقرأ. بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية هتتقرأ له فيقدر يسمع فيعرف إيه اللي مطلوب وإزاي هيقدر يوصل للي هو عاوزه. بالنسبة للإعاقة الذهنية هيكون في اللغة الميسرة بحيث إن هي تسهل المعلومة فتوصل له برضو، أو إن ولي الأمر هو ممكن يتولى. فده طبعا هيسر جدا حياتنا كإحنا، أنا ولية أمر فإحنا كإعاقة ذهنية ده هيسر لنا إن إحنا بدل ما نوصل بأولادنا عشان نطلع البطاقة عشان نطلع شهادة الميلاد عشان يعني كل الخدمات اللي إحنا هنطلبها بعد كده. هيكون في السنة دي إن شاء الله خروج كارنيه الإعاقة ده اللي هو هيتيح جميع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. فلو البوابة الإلكترونية دي متاحة دي هتيسر وتوفر، وهو ده اللي المفروض إن احنا نوفر الورق ونوفر الطباعة ونوفر وقوف الطوابير. بالنسبة للمبادرة الثانية للأكاديمية دي طبعا هتفيد جدا، لأن احنا شفنا إزاي إن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بيوفر لهم بعد كده فرص للعمل. يعني مثلا المعاقين بصريا شفنا إزاي إن هم اتدربوا عن طريق الكمبيوتر والسوفت ويرز الموجودة، البرمجيات الموجودة، إن هو يقدر يعمل يشتغل إن في أي شغلانة، لأن خلاص كل حاجة متاحة ليه قدامه بالصوت. هو بيقدر يعرف إيه اللي بيحصل. في منهم شغالين في كول سنترز في أماكن كتير زي شركات اتصالات وفنادق، وفعلا ناجحين جدا في عملهم. شفنا برضو إزاي ممكن تيسري لذوي الإعاقة السمعية إن هو يقدر يشوف بلغة الإشارة المعلومات اللي هو محتاج إن هو يشوفها، لأن اللغة المنطوقة بتتم ترجمتها للغة الإشارة. فكل ده عن طريق الأكاديمية دي هنقدر نوفر تعليم، والتعليم هيوفر فرص عمل. ده برضو ممكن يكون فيه تدريب للأشخاص اللي هيقوموا على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني إن إحنا نعلم المدرس إزاي يستعمل التكنولوجيا في توصيل المعلومات، نعلم صاحب العمل إزاي ييسر البيئة للشخص ذو الإعاقة بحيث إن هو يقدر يشتغل. إحنا في حالة طفرة حاصلة في مصر للأشخاص ذوي الإعاقة، وكلنا أمل إن هذا العام فعلا ما يخلصش غير بنجاحات، لأن ده عام الأشخاص ذوي الإعاقة. القانون خرج في فبراير في 19 فبراير 2018، وإن شاء الله فإحنا في انتظار خلوب اللائحة التنفيذية للقانون. والحقيقة وزارة
التضامن، شغالين جامد على كده من جميع الوزارات والمجتمع المدني، وإن شاء الله هتخرج حاجة مشرفة ومؤيدة للقانون ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أشكرك الأستاذة مها هلالي المقرر بالإنابة للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية من أجل محاصرة العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. وتفقد وزير الدفاع خلال زيارة مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على كافة الاستعدادات والكفاءة القتالية. والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018. بدأت الزيارة بتفقد مطار العريش وقوات التأمين للوقوف على الاستعداد والكفاءة القتالية والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للعناصر المشاركة في النقاط والارتكازات الأمنية. كما شارك القائد العام أبطال القوات المسلحة في تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والبدنية، حيث أشاد بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتع بها مقاتلو شمال سيناء. وتفقد القائد العام للقوات المسلحة مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة قوات تأمين شمال سيناء، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه والشعب المصري بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدا أن أهالي سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة. حضر الجولة قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب وقائد الجيش الثاني الميداني. تواصل عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك استجابة النسر 2018، والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. يأتي هذا بالتزامن مع وصول قطع بحرية تابعة للولايات المتحدة والإمارات للمشاركة في فعاليات التدريب البحري المشترك تحية النسر 2018. تواصل عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك استجابة النسر 2018، والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب استجابة النسر 2018، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب
أساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة وأعمال الغوص المشترك، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية. يأتي ذلك تزامنا مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات التدريب البحري المشترك تحية النسر 2018، والذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة، حيث يعد التدريب المشترك تحية النسر واحدا من أهم التدريبات البحرية. بدأت مصر للطيران رسميا في تشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن من مطار برج العرب الدولي، يليه اتباعا باقي المطارات المصرية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إنه من المقرر أن تسير الشركة غدا 8 رحلات جوية، من بينها 6 رحلات جوية من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى المدينة المنورة لنقل 1860 حجا من حجاج قرعة الإسكندرية والبحيرة وبعثات الداخلية وترانزيت جوهانسبرغ. من جهة أخرى، استعدت الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة لبدء تفويج الحجاج لهذا العام، والذي سيبدأ يوم الأربعاء القادم. كما تشهد إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج وتوقيع الكشف الطبي على الحجاج. تزامنا، بدأ القائمون على شؤون الحرم الشريف رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج. وتصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود، وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6.5 أمتار وبعرض 3.5 أمتار، وتتكون الكسوة من 5 قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة، ويتم توصيل هذه القطع مع بعضها البعض. واصلت قوات إنفاذ القانون الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية بملف أراضي الدولة، وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وذلك برئاسة المهندس شريف إسماعيل. وقد وصل عدد حالات الإزالة في المدن من 21 إلى 29 من يوليو الجاري 2422 حالة مخالفة على أراضي مباني بإجمالي مساحة 1,581,000 متر مربع. كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 483 حالة تعد على أراضي زراعية مخالفة بإجمالي 23,000 فدان. قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن الشباب هم ثروة قومية لابد من استغلالها لسد الفجوات التنموية في المحافظات. وخلال مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بالشباب، خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاما للشباب. انطلق مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر، والذي دعا إلى تطبيق اللامركزية في غضون 5 سنوات، وذلك من خلال الخطوات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها قانون المحليات الجديد الذي أوشك على الانتهاء. تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر يأتي نتيجة ثمرة للتعاون مشروعات هو مشروع إصلاح الإدارة العامة للتنمية المحلية، حيث تشهد جمهورية مصر العربية حاليا إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية، على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها. هي مستهدف الحقيقة للدولة، لكن تطبيقه بيحتاج إعداد حزمة من القوانين اللي بتؤهل الأرض لتطبيق اللامركزية. نمرة 2، التطبيق على مراحل. شركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي أكدوا أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد، وأنه يتعاون مع الحكومة المصرية في الإصلاح الإداري وتطبيق اللامركزية.
وكانت التجربتان التونسية والأردنية حاضرة على لسان ممثل البلدين من خلال الندوة النقاشية التي أقيمت بالمؤتمر للاستفادة منهما في مصر. مصر والاتحاد الأوروبي شريكان أساسيان في التنمية. نحن نشيد بمصر وخطواتها التي اتخذتها في الإصلاح الإداري، ونحن ندعم بقوة هذا المسار لتحقيق اللامركزية في مصر. فمن خلال الشراكة مع العديد من الشركاء تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية، منها تعزيز قدرات المرأة في المحليات وتطوير سبل تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير ورفع كفاءة مراكز المعلومات في المحافظات. رمضان المطعاني، النيل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رسامين إيطاليين ومواطنا فلسطينيا أثناء رسمهما صورة للتميم على جدران أحد الشوارع في بيت لحم. وقالت قوات الاحتلال إنها قامت بسحب الفيزا الخاصة بالرسامين وأمرتهم أن يغادر البلاد خلال 3 أيام. وأضافت أن الرسامين حاولا الهرب من المكان خلال القبض عليهما، وحاولت مساعدة لأحد الرسامين اللحاق بالسيارة التي قامت باعتقالهم، محاولة الضغط على جنود الاحتلال ليتركوهما لكن دون جدوى. أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعتقل 20 متضامنا من جنسيات مختلفة كانوا على متن سفينة عودة التضامنية مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهما والتحقيق معهما. وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية إن محامي تحالف أسطول الحرية في دولة الاحتلال بدأ اليوم بإجراءات للقاء المتضامنين اللذين ما زالا معتقلين. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة لتغولها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكل خاص. كما أدانت الخارجية الفلسطينية ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من قرار سلطات الاحتلال رصد ملايين الدولارات لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات استيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة مركز تراث مزعوم على حسب تعبيرهم. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، بعد التحية، هل من خطوات تنوي الحكومة الفلسطينية اتخذها حيال ما كشف عنه الإعلام الإسرائيلي من قرار سلطات الاحتلال برصد ملايين الدولارات لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة؟ دكتور مصطفى، يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومتواصلون مع حضراتكم في بانوراما النيل. دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بمزيد من التعزيزات إلى محافظة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، وذلك في إطار استعداداتها لتحرير مدينة زبيد من قبضة الميليشيات الحوثية. يأتي هذا فيما قامت ألوية العمالقة صباح اليوم بدفع تعزيزات كبيرة استعدادا لانطلاق معركة حاسمة لتحرير مدينة الحديدة، حيث تم دعم القوات بمعدات عسكرية فريدة من نوعها وحديثة تعجز ميليشيات الحوثي الوقوف أمامها أو محاولة التصدي لها.
وللمتابعة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ جمال براس مدير تحرير موقع اليمن العربية عبر الهاتف. أستاذ جمال بعد التحية، دفعت المقاومة اليمنية بتعزيزات لمحافظة الحديدة لتحرير مدينة زبيد، كيف تتابع سير العملية العسكرية لتحرير هذه المدينة والأهمية الاستراتيجية لها؟ طبعا هذه المدينة تعتبر من أهم المدن في إطار محافظة الحديدة، وخاصة وأنها ترتبط بصورة مباشرة وهي تقع في الاتجاه الشمالي لمدينة الحديدة، هذا من جانب. ومن جانب آخر هي أيضا تفتح الطريق إلى محافظة دمار، وهي من أهم المحافظات التي تعتبر هي المصدر الرئيسي للقوات الحوثية، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا مدينة زبيد تمتاز بأنها من المدن العلم اليمنية، من أكبر المدن التي يمكن أخذ العلم منها وتأخذ جانب روحي كبير لدى اليمنيين، وأعتقد أن تحريرها سيضيق النطاق على الحوثيين وسيقفل الباب الذي يستطيع إدخال منه المقاتلين الذين يقاتلوا معهم، هذا من جانب. وأيضا الامتدادات التي كانت تأتي للحوثيين من محافظة دمار إلى الحديدة، إذا تمت السيطرة على هذه المدينة سيتم السيطرة على أهم شريان يغذي الحوثيين ويغذي قوات الحوثيين للسيطرة على الحديدة. ووجود القوات واستمرارها والانتصارات المتلاحقة لها، أود أن أشير بأن السبب الرئيسي لها هي قوات المقاومة السهامية التي هي بالفعل استطاعت أن تقوم بعمل عظيم ورائع وحققت الكثير من الانتصارات. نعم، الأستاذ جمال براس مدير تحرير موقع اليمن العربية كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. تمكن الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف العربي من تحرير سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية بارت في محافظة الجوف. وقال قائد لواء الحسم في الجيش اليمني العميد هادي حمران الجعيدي إن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش بمديرية بارت بعد أن استكملت تأمين سلسلة جبال الأمهور. وأضاف الجعيدي أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك وسط فرار لعناصرها مع تقدم مستمر للجيش اليمني، مشيرا إلى أن مقاتلة التحالف العربي استهدفت بغارة جوية عربة للميليشيات كانت تحمل على متنها رشاشا من نوع 12.7 وعددا من عناصرها الذين قتلوا جميعا. وفي صعدة تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من دك مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في باقم بصعدة. وقال رئيس عمليات اللواء الخامس حرس حدود العقيد الركن سامي القباطي إن قوات الجيش تمكنت من تمشيط وتأمين المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم في صعدة، كما تمكنت من استعادة كميات وخزن أسلحة تابعة للميليشيات الانقلابية بذات المنطقة. وأضاف القباطي أن المخزن يحوي كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما عثر أبطال الجيش على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وعلى عدد من قاذفاتها مع كميات كبيرة من القذائف المتنوعة الأخرى وقذائف الهاون. وقع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا اتفاقا لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية وبضمانة روسيا الاتحادية وبواسطة من جانب رئيس تيار الغد السوري الشيخ أحمد الجربة، وذلك استكمالا للجهود المصرية في تهدئة الأوضاع في سوريا. وشمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين. يأتي هذا الإجراء عقب أسبوعين فقط من توقيع عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري على اتفاقيات مماثلة في القاهرة، وذلك في إطار الدور الذي تلعبه مصر لحقن دماء الشعب السوري وإنهاء حالة عدم الاستقرار بالدولة السورية، وبما يسهم في التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة خلال المرحلة القادمة، لا سيما مع سابق توقيع العديد من اتفاقيات الهدن خلال العام الماضي برعاية القاهرة.
بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. الناخبون في زيمبابوي يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجريها البلاد منذ الإطاحة بموغابي. كلمته أمام المؤتمر الدولي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة، السيسي يعلن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة. وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة في رصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة. قوات ألوية العامة اللقاط التابعة للجيش الوطني اليمني تدفع بتعزيزات قوية استعدادا لمعركة حاسمة لتحرير الحديدة. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد والزميل مصطفى ميزار، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد، وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية نتابع فيها أولا بعد هذا الفاصل. اللجنة الوزارية الاقتصادية تبحث برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية وإجراءات لخفض الدين العام. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. بحث اجتماع لجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ما يتعلق ببرنامج اطروحات للشركات المملوكة للدولة في البورصة، وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لبرنامج اطروحات، كما تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من المقترحات التي تتعلق بتعجيل مسار تخفيض الدين العام بما يراعي الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة. أكد وزير البترول طارق الملا أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الموجودة، وخلال توقيع اتفاقية مع شركة بي بي البريطانية للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس، أشار الملا إلى أن عقد الاتفاقيات الجديدة وما توفره من استثمارات يعتبر أحد الأساسيات التي تقوم عليها خطط زيادة الإنتاج. وجه وزير التموين الدكتور علي المصلحي بفتح باب التسجيل للمواليد الذين لم يتم إضافتهم لبطاقات ذويهم التموينية اعتبارا من مواليد عام 2005، ونص القرار على أنه سيتم البدء في تلقي استثمارات إضافية لإضافة المواليد اعتبارا من الأربعاء القادم الموافق 31 من أكتوبر، على أن لا يتجاوز عدد المواليد الذين يتم إضافتهم على نظام 3 مواليد. أشار القرار إلى أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هي الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طبقا لدخل الأسرة. أعلنت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد لطرح 400 قطعة أرض للمستثمر الصغير في 14 مدينة جديدة، وأوضحت الوزارة أن النسبة البنائية لا تزيد عن 50% من المساحة وبحد أقصى 4 وحدات في الدور وبما لا يتعارض مع الارتفاعات المسموح بها من القوات المسلحة. أعلنت وزارة الزراعة أنه سيتم لأول مرة إصدار تراخيص لتشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأشارت الوزارة إلى أن الترخيص يكون مصحوبا بلوحة عليها باركود يحمل بيانات النشاط والذي يسهل من خلاله أو يسهل من خلاله المتابعة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية
أو ما يمثلها بالمحافظات المختلفة. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين المصريين والعرب وسط ترقب لبدء طرح أولى طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام الجاري. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 862 مليار جنيه بعد تداولات كلية لم تتجاوز 600 مليون جنيه. انخفضت الليرة التركية بنسبة تفوق 1% مسجلة 4.9 مقابل الدولار اليوم، إذ أثر تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة سلبا على العملة بشكل كامل. الليرة التركية هبطت إلى 4.9 من 10 دولار في أدنى مستوى لها في نحو أسبوع. كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لوحت بأنها ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا على خلفية اعتقال القس الأمريكي. قدم وزير الخزانة الأمريكي ستيف مانشين تأكيدات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتحضر لعقد اجتماعات حول سياسات نقدية على مدى يومين. ووصف مانشين أداء الاقتصاد الأمريكي بأنه على طريق النمو السريع والمستدام بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 4.1% في الفصل الثاني. هذا ومن المتوقع ألا يغير الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته والتي تبدأ الثلاثاء وتستمر ليومين. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما الرابعة. أعود مجددا لزميلتي غادة فاروق للمتابعة في أخبار سياسية بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد. يواصل الناخبون في زيمبابوي الإدلاء بأصوات في أول انتخابات تجريها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي. ويتنافس في الانتخابات رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون مننغاغوا ونيلسون تشاميسا الذي يقود حركة التغيير الديمقراطي المعارضة. تصويت الأجيال القادمة هو شعار انتخابات زيمبابوي الرئاسية والتشريعية التي تعد أول انتخابات عامة تشهدها البلاد بعد الاستقلال عن بريطانيا. الانتخابات ستحدد ما هو قدر التغيير الذي يرغب فيه زيمبابويون بعد رحيل الرئيس السابق روبرت موغابي الذي أجبر على الاستقالة من منصبه في نوفمبر الماضي بعد أن استمر فيه على مدى 37 عاما. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من إيمرسون مننغاغوا الرئيس المؤقت للبلاد، رئيس الحزب الحاكم للاتحاد الوطني زيمبابوي الإفريقي والمعروف باسم الجبهة الوطنية، ونيلسون تشاميسا زعيم حركة التغيير الديمقراطية. وتشير التوقعات إلى أن الرئيس المؤقت للبلاد وهو من قدام المحاربين وصاحب المناصب السياسية العديدة هو الأكثر قدرة على قيادة المرحلة الجديدة، خاصة بعدما تعهد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بمصداقية. ولكن ولاء مننغاغوا لموغابي عندما كان نائبا له لعقود طويلة تثير الشك لدى البعض في قدرته على تغيير مؤسسة حاكمة متهمة بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان وانتهاك سياسات اقتصادية كارثية كما يستخدمه منافسه في كسب المزيد من الأصوات. أما المحامي نيلسون تشاميسا البالغ من العمر 40 عاما ويقود حركة التغيير الديمقراطي، فيسعى إلى تجسيد التغيير والقطيعة مع النظام السابق، ويطمح في أن يصبح أصغر رئيس يتولى الحكم في زيمبابوي. وأيا كان الفائز في الانتخابات فإن شعب زيمبابوي يعول عليه لإطلاق عمليات التجديد التي طالما حلم بها، خاصة خلال الثمانية أشهر الأخيرة بعد سقوط موغابي وسط ترحيب كبير من السكان وأمال ووعود بغد أفضل. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفصل الرياضي.
الرئيس الفلبيني يشرف بنفسه على عملية تحطيم سيارات فارهة تم استيرادها بشكل غير قانوني بقيمة تزيد على 5.4 مليون دولار. أهلا بكم مجددا. حضر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم مراسم تحطيم سيارات ومركبات فارهة تم استيرادها بشكل غير قانوني بقيمة تزيد على 5.4 مليون دولار، وذلك بهدف مكافحة التهريب. تابع دوتيرتي الذي كان يرتدي خوذة والمعروف عنه سياساته القاسية في مكافحة الجريمة تحطيم السيارات الفارهة بما فيها الماركات الأغلى عالميا ودراجات نارية من الأنواع الأغلى أيضا، وذلك بواسطة جرافة. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. في كلمته أمام المؤتمر الدولي السابع للاتصالات لتمكين ذوي الإعاقة، السيسي يعلن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة. وزير الدفاع يتفقد القوات بشمال سيناء ويشيد بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة في رصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة. قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني تدفع بتعزيزات قوية استعدادا لمعركة حاسمة لتحرير الحديدة. ختام بانوراما النيل، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.